معاكم بطل يشتمنا عشان ولا انتوا تشتموا ولا احنا نشتم. احنا كفايانا بقى ايه، كفايانا عايزين نحافظ زي ما بنقول بنحافظ على بلدنا وعلى النشأ الجديد وعلى اولادنا اللي بتحبوكم واللي عايزه تتربى معاكم والاجيال اللي طالعه معاكم. عايزين بس يبقى شكلنا ملتزم، عايزين بلدنا تبقى تفضل ام الفنون حتى لو تنوعت الفنون وتم تحديثها، تفضل مصر ام الفنون في كل حاجه. اما قاعد معايا مروان وعفروتو والجماعه اللي قاعدين قالوا لي ان في منافسات دلوقتي من دول شقيقه عربيه ومن دول اجنبيه بتنافسكم وبتنزل عشان يعني كده. احنا فرحانين جدا، عايزينكم ترفعوا الكاس دايما، بس ترفعوا الكاس وترفعوا الدروع دايما باحترامكم لمصر ام الدنيا، لابناء مصر ام الدنيا. حقكم عليا تاني لو انا مش من المنتمي لفن الراب، حقكم عليا، انا اسف بعتذر. وهي وهو الفن اذواق وسلع. النور يا جماعه لو سمحتوا، على الباب ورا الزرار، على الباب النور يا اخوانا اللي داس على زرار النور. تمام، تيجوا نختصر عليكم شويه. عرفنا مشاكلكم كلها واحنا في مشاهدات بقالنا 3 ايام، احنا والساده اعضاء المجلس الاداره، استاذ منصور هندي، الدكتور احمد ابو المجلس كبير عام النقابه، المايسترو محمد ابو اليزيد وكيل الاول النقابه، دكتور علاء سلامه وكيل ثاني النقابه، الاستاذ خالد بيومي امين صندوق النقابه، الفنان الكبير حلمي عبد الباقي رئيس لجنه خدماتهم، الفنانين اللي انا بعتز بارائهم الفنيه وهو برضو زي متزمت شرقيا شويه. فذكرنا الحكايه واتفرجنا على شكل الموضوع بتاع الراب، بس احنا قدام ازمه. الازمه اللي احنا شفناها ان احنا لقينا فعلا ان احنا على قناعه او على نصف قناعة بما قررناه قبل كده، ان قوام الفرقة الغربية، الفرقة الغربية لها قوام ولا ايه يا عمر؟ مروان انت مؤمن ان التراك اللي حضرتك بتغني عليه مؤمن انه فيه آلة الدرمز؟ هو ينفع يترجم كلايف. طب تعالى جنبي، انا عايزك تعالى جنبي، تعالى اتفضل تعالى. انا معلش هاخد اللي عايز يتفضل كمان يجي يقعد معايا. تعالى تعالى اقعد يا مايسترو، اتفضل تعالى يا مروان، تعالى يا عم نقعد كده اهو. عليك ضغط كبير قوي يا ولا ولا يا طيب مروان، قوام الفرقه الغربيه عموما قد ايه؟ كم عازف؟ يعني بص انا مش قرب من المايك يعني، بس يعني اللي انا اعرفه ان الفرقه الغربيه بتبقى ممكن عادي من 5 ل 6. طب يعني الأربعة خمسة ستة دول تكوينهم ايه؟ يعني التراك اللي انت بتعمله، واحنا لما اتناقشنا كتير الايام اللي فاتت قلت لك يا جماعه التراك اللي بيلعبوه ابناء مصر من شعبه الفن الراب بيبقى فيه درامز، بيبقى فيه جيتار بيز، بيبقى فيه حاجه اسمها ليد جيتار، بيبقى فيه جيتار سبانيش، بيبقى فيه بركشن. ايوه بس الالات اللي هي قرب واتكلم وما تتخضش وعيش هو حياتك. هو ده فعلا صح. انا ممكن اترجم الاغنيه دي، اخلي اي ميلودي مثلا جوه الاغنيه يبقى معزوف من عادي جيتار سبانيش او البيز كده، بس احنا الفكره ان احنا لينا خاماتنا ولينا اصواتنا. يعني احنا الاغنيه بتاعتنا بتبقى معموله باصوات الكترونيه من اولها لاخرها، ما كله الكتروني. فانا لما حتى انا جيت انا بخاف ان انا لو جيت دلوقتي اترجم ده في اللايف بقيت انا بفرقه لايف بفقد الحته اللي هي ايه، الخامات بتاعتي، النشفان بتاع اغنيه الراب يعني الصوت بتاعها. طيب معاكم فرصه لغايه 1/12، جمعوا فرقكم الجميله ومحدش هيجبركم على شكل غير لائق. يختاروا العازفين الشطار اللي شكلهم زيكم، انتوا شكلكم اجانب وزي الفل ومنوريننا ومشرفيننا.